الو وقفوا شويه مرحبا، نحن معكم بشارة المطار رفيق حرير دولي دقي قليلي، وبتخرج بعثة فريق رياضي بيروت العائد من الدوحة مع كأس فاينل 8 بطولة وصل سوبر ليج بكرة السلة. فريق الرياضي يلي أحرز اللقب امبارح بمباراة ماراثونية مع فريق الحكمة بيروت الوصيف بنتيجة 190، مباراة كانت شيقة، قدر فريق الرياضي يحسمها بالدقيقة الأخيرة من المباراة. نحن وياكم بانتظار خروج بعثة فريق الرياضي من مطار رفيق الحرير الدولي في استقبال كبير لها بالخير. جمهور كبير من فريق الرياضي حضر إلى مطار رفيق الحرير لاستقبال فريقه. يعني خلينا نقول إنجاز جديد لكرة السلة اللبنانية، إنجاز جديد لرياضي بيروت بإحراز لقب بطولة وصل فاينل 8 بطولة وصل يلي أهلته لبطولة آسيا بي سي ال يلي بدها تصير بعد أسبوع تقريبا بالإمارات العربية المتحدة وتحديدا بمدينة دبي. أكيد نحن رح نكون معكم نقل مباشر من مطار رفيق الحرير الدولي بداية، ثم مع بعثة فريق الرياضي للاحتفال مع جمهورها يلي محضرين احتفال كبير بملعب فريق الرياضي بالمنارة. إذن عم نتابع نحن وياكم إذا عم نشوف عدد من لاعبي فريق الحكمة يلي ظاهرين كمان من يلي عادوا على نفس الرحلة من نقعد على رواق ولا ناطرين دي برا. يلا يلا كوتش بهالاربعه ان شاء الله. يلا ناطرك ناطرك. اذا شفنا خروج مدير فني لفريق الحكمة بيروت. بس خلينا لورا شوي. جمعونا ايوه بس خلينا لورا. هذه جمعونا ايوه على في حدا سب عليه هاردك. يعطيك العافية حبيبي. مرسي مرسي. ليك صراحة خسرنا الجيم، يعني كل العالم شافت انه كنا مستحق الوين صراحة والله، يعني اكيد مبروك للرياضة بس يلا خير بغيره. يلا هاردك. Thank you. Thank you لإلك. اذا بانتظار خروج لاعبي فريق الرياضة بيروت مع كاس فاينل 8 بطولة وصل يلي مثل ما قلنا قدر احرزها فريق الرياضي من بعد مباراة نهائية ماراثونية مع فريق الحكمة بيروت، كان نهائي لبناني لبناني. انا بقول اكيد الرياضي استحق اللقب، وفريق الحكمة كان قريب كتير من كمان احراز اللقب. المنتصر الاكبر بهيدي المباراة بهيدي البطولة هي كرة السلة اللبنانية، كرة السلة اللبنانية أكيد المنتصر الأكبر بهذا الفوز. إذن عم نشوف كمان باسل حرفوج ونيكولا راكوسوفيتش. أرجوك اذا كمان جوناثان جيبسون يلي عم بيغادر كمان. اذا عم نشوف هارد لاك هارد لاك هارد لاك
سكويك مبروك الانتقال للانترنيك يا خيي. بعد ما صار في شيء انا بلا بلا صار صار يلا صار برافو كريم برافو إذن عم نشوف وصول بعثة فريق الرياضة بيروت. شو كابتن؟ Thank you. شو خبرنا؟ يلا صورة معه. يلا على اليمين. من هون حاج. حاج. يلا. خبرنا شو؟ يلا. بطولة من العمر. بطولة من العمر. الحمد لله الله وفقنا. كانت مباراة صعبة. بطولة من العمر والله الله وفقنا الحمد لله. وهي العيلة اشتقنا لهم لازم نشوفهم. هاي هاي شو بريزيدون شو حبيبي لحدا مبسوط قدك؟ الحمد لله الله وفقنا وكانت يعني بطولة كتير حلوة وان شاء الله عنا تارجت هلا ورا واسيا الله يوفقنا. يلا عنا اول شيء قعدة طويلة نحن وياك هلا خلينا نخلص اسيا. يلا مبروك. وين مدام؟ يا ورا. هاي. الله يبارك فيك. أبو عمر. حبيبي. شو بكيت؟ إيه طبعًا ليه؟ خبرني. حتى ما نبكي شو المشكلة يعني؟ إيه لا بس ما الحمد لله. طول الفرح. إيه أكيد. خبرني أكيد. بس. أبو عبد الله حبيب قلبي. الله يبارك فيك. مطول بعمرك حبيب قلبي. دليتك مأمن إنه رح تربح؟ أكيد ولا لحظة شكيت إنه حنخسر أكيد. الفريق الأفضل الفريق اللي بيستاهل هو اللي ربح. كل الموسم مباراة واحدة ما كانت حتحدد موسمنا بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله أكرمنا وإن شاء الله يعني خلي العالم مبسوطة. هذا الربح لقلهم لجمهور الرياضة إن كان بقطر ولا بلبنان وقفوا حدنا وقفة كتير كبيرة هيدا الموسم فكل هيدا الإنجازات بتروح لقلهم والله يقدرنا دايما نقدر نسعدهم إن شاء الله. يعني نحن رح يكون لنا لقاء مطول نحن وياك إذا الله راد. كنت انت طلبت من وائل اللي يشوط على تروبوان أعطيته حرية الخيار. وائل بيعمل اللي بده إياه. كابتن مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ثانك يو نمر. يعطيك العافية. الله يعافيك. ثانك يو. هاي اسم الله عليك شو هالقوي بتقوس كتير منيح. خد لي هاي حبيبي. كيف ركبتوها هيدي؟ كيف ركبتوها؟ ركبت هيك مش نايمين عم تجرب نضيع وقت. قدر لحق الرصاصة؟ ايه لحقها. اول شي لحقت الرصاصة؟ ليك شو فكرني نمر جبر؟ لحقها. اول انت وائل سؤال. كنت انت اخذ قرار انه بدك تشوط؟ لا عن جد لا اكيد بدي اخذ باي امبورتنت ديسيجن تابي كان بايدي اخر كم سنه سو فكرت اعطيها لحدا ولا قلت انا بدي شوت انا بدي اخذ هاي الديسيجن؟ لا كان انا بدي اخذ ديسيجن كنت واثق انا حاطها وما حاخذ الفريق وجمهوري سو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا احنا رح يكون لنا لقاء مطول قريبا. يلا مبروك اكيد رح يكون لنا. بس وائل سؤال كيف اجتك الفكره تصور رصاصه هي وطايره من في واحد اسمه نمر فكر حاله اسد فجربت هو نمر ما بفكر الا هو نمر عندك شك انه هو نمر؟ هيك مين اسرع رصاصه ولا وائل؟ نمر. اذا عم نشوف الاستقبال الكبير لفريق الرياضه تابع الاستقبال لبعثة فريق الرياضة بمطار رفيق حريري الدولي. نمر اللي فيها شوية بس
والله بده يفوت محمد محمد بده يفوت مع الباص شباب بس لا يطلعوا طلع معنا اسم نطلع ميشيل سكر بابا يلا نمر مرقني شوي ثانية بس أنا سوري ميشيل طلع هون أبو عمار هي ميت مي أنا حلقتي يلا أنت عم تسمع أحمد فرجان شعور كتير حلو عن جد شعور
شعور لا يوصف والله، ما في خبرك قد ايه مبسوطين، قد ايه حلو هذا الربح. بس عن جد اكيد اكيد ولا ثانية للماتش كنا حاسين حالنا حنخسر، اكيد اخر ثواني كانت حتفلت الجيم من ايدنا، بس بوجود لعيبه مثل ما بدي انسى حدا، كل اللعيبه يعني الخبره واسم الله عليه وائل، الشيء اللي عمله شيء كثير كبير، وطان وكريم كل الشباب اللي عملوه شيء خرافي. هذا كان عرس كره السله اللبنانيه بقطر، كانت كثير حلوه، الجمهور كان كثير حلو بقطر، هات صف للجمهورين، جمهورين بقلب الملعب كثير حلوه كانت، وكانوا معبيين هذا الملعب الكبير. بس الشغل عن جد ما بيوقف هون، عندنا هلا بطوله اسيا، بطولة آسيا حتكون بطولة كتير قوية، كذا حدا من اللعيبة أول مرة متشارك فيها، أنا منهم كتير محمس لهالبطولة، سبيشلي بدبي. دبي دائما بتكون حظ حلو لنا للفرق اللبنانية، إن كان منتخب أو فرق. إن شاء الله الله يوفقنا. الهدف الأساسي هو عن جد، وأكيد ربحنا، كان هدف كتير كبير ونربح هالبطولة، هدف الأساسي اللي حاطينه الإدارة ونحن اللعيبة والكوتشنج ستاف كله هي بطولة العالم للأندية. إن شاء الله الله يوفقنا نربح بطولة آسيا ونروح لكتير بعيد ببطولة العالم للأندية. كريم خبرني شوي. هنشوف خبرك. الحمد لله كانت بطولة بتعقيد، جيم ولا أروع من هيك، كانت عرس كرة السلة، حلم نشوف هذا الشيء بلبنان، جمهورين نفس الملعب، بس إنه الحمد لله يعني we came up with the win آخر شيء، بيضوها الشباب والحمد لله فرحنا الجمهور، مش بس الرياضي، الجمهور اللبناني بهالجيم وبالأخص جمهور الرياضي. So credits للكل، وهلا وقت الاحتفال، وبس ما خلصت طريقنا، مشوارنا بعد ابعد، تايجت طبعا نربح بطولة اسيا ونربح كل بطولة منشارك فيها، سو هالجول طبعنا. يلا جود لك، تنكو لك كريم. برافو عليك يا وليد، 10 على 10. هاي تاني مرة، هاي تاني مرة ما حدا ياخذ لنا الفكرة. هي فكرة بعيد الباص. هيدي تاني مرة، في تالت مرة كوتش بإذن الله يا نمر، رايحين لنربح، ما بنروح على ولا بطولة نحن كرمال بس نكون مشاركين، رايحين لنجرب نربح، وإن شاء الله الله يوفقنا يا رب. يعني قديه صعبة بطولة آسيا فاينل 8 ما كانت سهلة، قديه صعبة بطولة آسيا، الفرق اللي مشاركة فيها الكل عم بيقولوا إنه ملو جايين بكلاس A وكلاس B. حكي هذا كلياته حكي دعايات للدورة، بس يمكن الفريق الصيني منه جاي فول، بس فريق الياباني والفريق الكوري جايين كاملين بعتقد، ونحن رايحين لنجرب قد ما فينا، ما في شيء مضمون، بطولة كبيرة، وبتمنى نقدر نحقق اللقب الثالث للنادي الرياضي، الشباب بعدهم جوعانين ما خلصوا، فبإذن الله بعد عنا 10 أيام قبل ما يخلص موسمنا، وإن شاء الله منتوجوا بكأس آسيا. يعني كوتش قديه صعب إنه هالفترة الطويلة يضلوا جوعانين، يضلوا حابين يربحوا ألقاب، قديه صعب تخليهم بهيدل؟ هذا هو، هذا الجواب، الرياضي هو اللي بيخليهم جوعانين، بس شعار هذا الكنزي اللي نحن بنلبسه هو اللي بيخلينا جوعانين دائما لنربح. يلا جود لك كوتش، ثانك يو لك. عجبك الفيديو تاع اول الصبح؟ كريم تعال عندي لهون، عود محلي، قرب قريب عليك، هون بيناتنا. ليك شو عتلانين همك، ليك شو عتلانين همك، غير مؤمن. طلع طلع عود حد وائل، وائل شاطر بالتصوير، بصور رصاصه وهي طايره. ايه قويه قويه. الستوري تبع الرصاصه اليوم يعني 25 مره. لا 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 يلا يلا
كيفك؟ انا والله كان عندي اسبوع بالعراق، كان عندي شغل، وصلت ما قدرت الغي وما قدرت، مشان هيك ما قدرت اطلع على قطر. وصلت الجمعه بالليل، بقلك كانت كثير مزروكه معي لاطلع. الف مبروك لجمهور نادي الرياضة. لا مش متوقع النتيجه، ما فيني لك متوقعها، وبالنهايه كان ماتش كثير قوي. تحيه بالنهايه كمان لنادي الحكمه، نادي كبير وجمهوره، ولعبوا لعبوا لعبوا بالنهايه جيم كبير. بس احنا اليوم اكيد ليوصلوا الفينال حكم رياضي، بس احنا اليوم هذه نتيجه شغل من اكتوبر لهلا، يعني تخطينا دور المجموعات وربحنا تقريبا معظم مبارياتنا، يمكن خسرنا واحده كوراكان وعملنا ابطال غرب اسيا ورجعنا اخذنا هذه البطوله الفاينل 8. هذا كله اليوم تحضير لنهائي اسيا اللي حيكون هلا بدبي. هذا اللي احنا بهمنا وهذا اللي احنا بنطمح له. بطولة اليوم كتير صعبة، بعتبر انا النادي الرياضي اليوم على السكة الصحيحة، يعني هذا الشغل الجبار اللي صار هذا الموسم لهلا الحمد لله ربحنا كل شيء، بطولات فتنا فيها، بعد عنا اهم وحدة اللي هي اخر وحدة وهذا الهدف تبعنا. منه موسم سهل، كان في شغل كتير كبير صار، واليوم عم نقطف نتيجته. حقنا اليوم نحتفل وننبسط، والربح كثير حلو. مسؤولية سنتي شيء أكبر على الإدارة، على مجلس أمنا، على أكيد. أكيد. على الرياضة بشكل عام. أكيد أنت اليوم كل ما بتعمل إنجازات أكثر، مسؤولية أكثر، بصير حمل على كتافك أكبر. بس الحمد لله اليوم بتصور إدارة ومجلس أمنا قد الحمل، وشابوبا كل أعضاء الإدارة وشابوبا كل أعضاء مجلس أمنا للشغل اللي عم يعملوه لهيدا النادي العريق، النادي العظيم اللي اليوم رفع اسم لبنان بالعالي، ورايحين نمثله اليوم لنعمل ابطال القاره الاسيويه ونلعب طموحنا بطوله العالم للانديه ان شاء الله. يلا الف مبروك اسعد سقال، ثانك يو لك، يعطيك الف عافيه. وليد اللي عندنا بنقطه قدام سليم اسلام علم رئيس المنامه.
كابتن شو نمر خبرنا عن هذا الانجاز الجديد للرياضة بيروت، هيدي تاني مشاركة بوصل بالموسم الثاني، قدرتوا تحسموا لقب الفاينل ايد من بعد لقب غرب اسيا، هلا لقب فاينل ايد. شعور كتير حلو سبيشلي هلا عم نشاركه مع جمهورنا الفرحة، و يعني عبالنا يخلص الموسم وما عملنا يخلص الموسم، لانه بالنسبة لنا هيدا بداية تشالنج جديد وموسم جديد، وان شاء الله اذا الله وفقنا وبدبي وربحنا ما خلص الموسم هونيك. سو بدنا نفرح باكيد، ولكن ما بدنا هيك بعد ما خلص موسمنا. وطان كان عم بيقول لي بضل عم بيبعت لينكس فاينلز لاصحابه، قالوا له شو هيدا بتضلكم عم تلعبوا فينالات، ف هيدا بجسد نحن شو عم نعيش. الحمد لله يعني عم نقدر نحقق كل شيء. ليك البيان رونا نحضر شو عم بيصير. احضر احضر يلا نحضر احنا وياك، بس خلينا نحكي احنا كنت عم تحضر بس كابتن، يعني خلينا نقول قديش هيدا الشغف موسم طويل، بس قديه بضل عندكم هيدا الشغف تضلوا تلعبوا تضلوا تربحوا تضلوا توصلوا على الفيناليات؟ شو اكيد ما هو في نيو تشالنج يوم احنا عندنا كاس عالم للانديه، فهيدا لحاله اذا عم يحرق الموتور هلا ببج، لكن انتبه صوروا صوروا ثابت عدم مشاركة جوناثان سيمنز. واو تحبون انت هولي ايه؟ كان قتل له شي خمسة لكن نحن على الهواء خلص يعني نمر. ليك اصابة جوناثان سيمنز وعدم مشاركته بالمباراة قديه عطتكم حافز قديه عطتكم بوش لتعملوا جهد مضاعف لتقدروا تعوضوا هذا الغياب؟ اكيد نحن فريق ما بنعتمد على حدا، يعني كلنا لازم نحن نعطي شيء، اكيد ما منفضل الإصابة لحدا. هذيك السنة احنا نأزينا كتير من وراء الإصابات، هالسنة الحمد لله ما أثرت هالقد، وان شاء الله يبعد الإصابات احنا جاهزين للبطولة الجاي بدبي. بدنا ندعي جمهورنا بدبي، نقلهم قطر كانت بتعقد، بدنا دبي احلى من قطر. ما عم بقى انا ما بقارن، بس عم قلهم انه دبي قطر كانت بتعقد، والجالية اللبنانية هونيك صراحة ما أثروا ابدا، فمنتمنى على الجالية اللبنانية بالإمارات حكماوية أو رياضي أو حيلا شيء إنه يكونوا داعمين لنا، لأنه فريق لبنان اللي وصل ورايحين لبعيد إن شاء الله. قديش حلو جمهورين عرض الملعب، قديش حلو كان هذا التجي، قديش كانت حلوة هذه الصورة. نحن أكيد شايفينها بنهاد نوفل، بس ولكن هونيك على ملعب مثل اللي لعبنا عليه كان شيء رائع جدا. يمكن يا ريت فاتحين فوق كانوا أخذوا صورة تاريخية للملعب خلوه عندهم كتذكار ديربي اللبناني حكمة ورياضي. Thank you لك كابتن، يعطيك ألف عافية. بدي أخذ رئيس النادي، يعني
المسؤوليه عم بتزيد عليك بريزيدون، منا هينه انه كل فينال عم يلعب فيه الرياضي عم يربحوا، قديش هذا بيرتب مسؤوليات اكبر على الاداره تحديدا على مازن طبري اللي حاطط هيدا التحدي قدامه؟ التحدي كثير كبير، اول شيء كان بطوله كانت البطوله كثير حلوه، الحكمة عطاه مستوى كثير عالي، بيستحقوا يكونوا معنا بدبي، موسمنا بعده ونحن ما انتهى، عندنا تارجت كثير كبير لنا، بوشنا هونيك في فرقة كثير قوية، يعني جاي بطل الصين تبع 3 سنين، بطل اليابان، بطل كوريا، فمنافس على كثير قوية، نحن بقلبنا بشبابنا بجهازنا الفني رايحين نقاتل لأنه هذا اللقب أساسي لنا كمان. يعني سألتك بالمطار إذا ضليتك مأمن لآخر تك إنه فريقك ممكن يربح، قلت لي إيه أكيد ضليت مأمن، ليش عندك هذا الإيمان الكبير بهذا الفريق وخصوصا إنه كان في بعد دقيقة وربع وكانت ممكن يقدر يحسمها الحكمة للمباراة؟ ليك التوفيق من عند رب العالمين آخر شيء، بس في DNA بالنادي الرياضي عند الشباب مش أول مرة، وربنا يمكن ما بده يروح تعب كل هذا الموسم، نحن الفريق الافضل صراحه يعني هالسنه بلبنان وربنا ما بده يروحنا هالتعب، وشبابنا عندهم هيدي المنتاليتي الايطاليه اللي نحن بنفتخر فيها بالنادي الرياضي، هول اولاد النادي الرياضي عم بقاتلوا للنادي. يعني خبرنا عن صوره الجمهور بالدوحه، يعني كل العالم كان متوقع انه يكون في دعم جماهيري بس ما حدا كان متوقع بهيدي الصوره بهيدي الطريقه وخصوصا كان جمهورين على ارض الملعب. ليك رياضي الحكمه هو عصب كره السله اللبنانيه وكره السله بالمنطقه كلياتها سوا، فانا صراحه انا كنت متوقع لانه نحن بنشوف دبي شو بصير، كنت متوقع انه يكون في الضغط الجمهوري، بس بهالكثافه في ناس اسم من دبي في ناس اسم من السعوديه، اوكي عصب كرة السلة هن الفريقين بالمنطقة كلياتها، فرجينا صورة كثير حلوة، والجمهور اللبناني هونيك فرجى كثير صورة حلوة، خاصة بالانضباط، وهذا شيء أساسي لازم ينتقل بقى لهذا الموضوع للبنان، لأنه جمال كرة السلة إنه يكون في تشجيع حضاري، بنفس الوقت الناس تقدر تحضر ومبسوطة من دون ما يكون في يعني بتعرف أمرار الحساسيات اللي بتصير بلبنان مشاكل. شو بتطلب من جمهور بدبي؟ احنا شفنا جمهور بقطر لبى النداء وكان عم يعطي صوره مثاليه، شو بتطلب من جمهور بدبي؟ خصوصا انه عندكم الاستحقاق كمان مهم بطوله اسيا ومنه شيء عادي. ليك بطلب من جمهور يواكبنا، نحن عايشين هالجمهور، هذا الادفانتج اللي عندنا اياه على باقي الفرق، نحن وجود الجمهور اللبناني هونيك، هذا افانتاج بنستفيد منه نحن. ان شاء الله يواكبونا يكونوا معنا بالضغط القوي، لانه بوش هول الفرق هذا الاج نحن عندنا اياه، هذا اللاعب السادس تبعنا اللي بيكون معنا. عظيم مبروك محمد الجوز عضو اللجنه الاداريه للنادي الرياضي بيروت، اليوم قد ايه بتعتبر الاداره نجحت بالمهام يلي اوكلت لها؟ قد ايش بتعتبر انه قدرت تقدم الصوره يلي كانت حطتها انت عضو اللجنه الاداريه؟ هل بتعتقد انه نجحتوا بالمطلوب منكم؟ الحمد لله قدرنا عملنا اللي علينا وقدرنا نادي الرياضي يضيف لقب جديد له، وما كانت ابدا مباراه دوره هينه ببطوله هينه بالدوحه، والحمد لله كان ديربي اذا بدك تقول اسيوي، وكان الرياضي اكيد الافضل، والحمد لله قدرنا نجتاز هيدي البطوله بنجاح، وان شاء الله عيننا على بطولة آسيا وإن شاء الله بالتوفيق. يعني هيدي الإدارة حضرتك عضو باللجنة الإدارية، هاي الإدارة كسبت التحدي لحديت هلا، وقديش هيدا الشيء بيرفع من التحدي بالموسم المقبل؟ هلا أكيد الموضوع طبقناه بالعمل وقدرنا نجحنا، وأكيد في شخص على رأس الإدارة اللي هو مازن طبارة اللي حفزنا كلنا سوا، واللي عم يشتغل بالرياضة كمؤسسة وحولها لمؤسسة رائدة وناجحة، والحمد لله يعني مثل ما شايف هيدا الإنجاز اللي عملناه بينحكى عنه، الناس عم بتشوف ورا الشاشات ونحن بنقدر جمهورنا اللي واكبنا وين ما كان، ولكن هيدا العمل كان في عمل جبار لا قدرنا وصلنا لهالنتيجة، وان شاء الله نوع جمهورنا بالاكثر من هيك ان شاء الله. هيدا اللي بسألك اياه، الموسم الجاي تحدي اكبر، يعني تقدر تحرز اللقب مهمة صعبة بس تحافظ عليه اصعب واصعب. هلا اكيد، وخاصة شفت انت بالمباراة النهائية، نحن كنا عم نلعب بطريقة، الحكمة كان عم يلعب بطريقة اجريسيف اكثر،
حابة كانت تاخد اللقب، ونحن بالنسبة لنا سنة الجاي حتكون أكيد كتير أصعب، والتحدي بيكمل، وإن شاء الله يعني بهمة مازن طبارة والفريق الإداري اللي معنا نقدر نوصل للنتيجة المرجوة. وشفت أنه الباسكت اليوم هي الأمل الكبير للبنانيين، واسم لبنان كان مرفوع على أكبر منصات اللي صار مبارح، كان لبنان حدث بكل آسيا، وهذا الشيء بيحملنا مسؤولية أكتر لحتى نقدر نكون نفرح اللبناني اللي بحاجة لانتصار ولفرحة وأمل، بخصوصا بهالأيام الصعبة اللي عم. ناس بتعتبر بهيدا الحدث أو بهيدا الانتصار بهيدا النهائي اللي كان منتظر الكرة السلة اللبنانية هي اللي انتصرت. أكيد هيدا كمان مثل شيء حدث صار، حدث كتير كبير بيّن قديش كرة السلة اللبنانية هي الأولى آسيويا، وفعلا ما حدا كان متخيل يكون ديربي لبناني على ببطولة وصل بهالشكل الحلو. فلا أكيد لبنان كان على كل المنصات الدولية نسمع فيه، رجع على الخارطة، ونحن نتأمل أنه يرجع لبنان على الخارطة مش فقط من خلال الباسكتبول اللي هي تاج كتير كبير للبنان من كل المجالات وبشتى الصعود إن شاء الله. يلا يعطيك العافية، good luck، thank you لإلك. شو يا خيي ربيع؟ عم يسألوا وين سنت جاي بالأخبار؟ بالرياضة، بس بالرياضة. محسومة ماضيين ماضيين بالرياضة، وضلنا بالرياضة ودمنا رياضي، وبدنا نربح بطولات بعد أكثر وأكثر إن شاء الله. ردا اللي عم يسألوا إنه في عروضات قدمت لبلال طبار. في عروضات بس نحن باقيين بالرياضة. حلو، حسمته؟ أكيد. نهائية. طبعاً. يلا جود لك بلال، ثانك يو لإلك. معيك يا كيف ده؟ سلم نمر وطي لو ما شوفوا اري اخذ منك على الكره يا
Thank you.
عم نتقابل احنا وياكم لاستقبال فريق الرياضي بيروت يلي وصل اليوم الساعة 10 تقريبا على مطار رفيق الحريري الدولي جاي من العاصمة القطرية الدوحة بعد احرازه لقب فاينل 8 بطولة اسيا من بعد مباراة نهائية ماراثونية وحماسية ومشوقة مع فريق الحكمة بيروت اللي انتهت بنتيجة 190. اكيد فريق الرياضي بده يرتاح لمدة اسبوع تقريبا يرجع ينتقل لدبي للمشاركة ببطولة اسيا يلي ربحها فريق يعني بساطين انه
Yeah.
شباب هلا في ناس لقاويه انزلوا في ناس هناك هلا خلي بسوي بركازنا. لا صراحة تعيد سنبس أحلى. ليه شو؟ يا علي حصل هلا
Be careful in the front. Okay, okay, okay. Thank you. Ali, Ali. Another one. I don't know about this one. This one. What up, Ina? You're riding the bus? صار فيها كيزي Man, watch out from here.